كان شهر رمضان بالنسبة لكم؟ والله صعب وحزين. حزين مش بس أنا، كل الأميات، كل أميات فلسطين، كل بيوت فلسطين ناقصة، كلها ناقصة. إذا مش واحد تنين، إذا مش أسير شهيد، إذا مش شهيد مبعد، يعني الوضع تعيس، تعيس جدا. في كل عيد أم قبل الاعتقال كان المعتز دائما يجيب لك هدية، مزبوط؟ صح. شو كان يجيب لك؟ كان يجيب لي وردة دي. كان من مصروفه حوش يجيب أي إشي، أي إشي بسيط، بس كنت أفرح. بس هلأ لا. بتظني إنه كمان وضع الأسرة اليوم صعب بموضوع بأنه ما في معلومات، ولكن أنتوا قبل الاعتقال كان في مشكلة في الزيارات، يعني أنتوا كنتوا زيارة واحدة كل شهر، كل شهر، وتغادروا من الساعة 4 بالليل لغاية ما الزيارة كانت كتير صعبة، يعني نصلي الصبح ونطلع يوم نهار كامل. طبعا هناك في احتلال، يعني ابتزاز، يعني فيش تسهيل بالمرة في الزيارة، في ما بنقدر نعمل إشي. أحيانا بنقول إنه اللي بيصير بغزة وهو فظيع بلا شك، ولكن أكيد. الأمهات في غزة زيكم أنتوا كمان يعني بواجهوا مصير صعب ومؤلم باللي فقد واللي معتقل واللي مدمر والمستقبل. هل في لك رسالة لأمهات في غزة؟ طبعا بتوجيها؟ طبعا أنا بوجه رسالة لكل أميات فلسطين في غزة، في كل بلاد. طلع على هذه العدسة وحكي. بوجه رسالة لكل أميات فلسطين. أنا بشبه المرأة الفلسطينية زي الزيتونة اللي إلها جذور في أرضنا، في بيئتنا. إحنا الفلسطينيات والأميات كل ما كبرت بتنتج، بتعطي، بتزيد قوة، بتزيد صمود، بتزيد حنية. الأم المرابطة هي لازم تاخد وسام في فلسطين، إنها الأم الفلسطينية هي رمز القوة والصمود والعطاء. بلا شك رسالة هامة جدا. كل عام وانت بخير. هذا الشيء يعني قليل جدا. إن شاء الله معتز السنة الجاي هو اللي بيعطيك الوردة. إن شاء الله بيطلع في تبادل أو بيطلع في أي طريقة. بلا شك إنه الوردة هذه، أنتوا وردات فلسطين والورد بحب الورد، وطبعا الإشي صعب والإشي مؤلم، ولكن بارقة الحياة يجب أن تبقى. وأنتوا الأمهات الفلسطينيات اللي قدمتوا فلافات أكباتكم، يعني أنتوا قدمتوا أكثر بكثير مما قدم رجال هذا الوطن وشباب هذا الوطن. وإحنا نتمنى لكم عيد أم سعيد، ومنعرف أنه صعب على أم الأسير وأم الشهيد، ولكن مع ذلك الأصول أصول زي ما بقولوا، والمحبة يجب أن تبقى، والأمل بالله الحمد كبير لله. الحمد لله. صحيح؟ أكيد أكيد. كل عام وانت بخير، وانت بألف خير يا رب.